أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل على أهمية تسخير كافة الجهود والإمكانيات لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية. كما أكد سموه على أهمية تبني المزيد منها بما يسهم في نجاح موسم سباقات الخيل 2024-2025 بما يتماشى مع الأهداف الرامية لمواصلة تعزيز قطاع سباقات الخيل على كافة الأصعدة وتحقيق المزيد من التميز المعهود ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى قيام سموه اليوم بزيارة تفقدية إلى نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفا بالصخير بحضور عدد من المسؤولين بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل حيث اطلع سموه على الاستعدادات التحضيرية لانطلاقة موسم سباقات الخيل 2024-2025 والتي سيكون لها الدور الكبير في إبراز المستويات المتقدمة التي وصلت إليها منشآت النادي ومرافقه التطويرية وإنجاح الموسم. وأشار سموه إلى أهمية تهيئة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية اللازمة بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ليكون جاهزا لخدمة جميع النواحي التنظيمية والفنية للمشاركين في السباقات والزوار، مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها كافة الجهات العاملة في المشاريع التطويرية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، متمنيا سموه للجميع مواصلة التوفيق وتحقيق النجاح في موسم السباقات المقبل.